عايز اقول لكم اطمئنوا، الامور ماشيه بشكل جيد وبشكل مطمئن. انا ما ضيعتكمش قبل كده عشان اضيعكم تاني. هل تفكرون في بيع المياه بعد اكتمال السد وتشغيله؟ لماذا لا؟ كل شيء هو وارد، الكهرباء بكل تأكيد والفائض من المياه بكل تأكيد، لما لا؟ والله لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر. للمياه في مصر. مصر.